توصية قمنا بها للجميع الكل. ثم موضوع الحماية أيضا عن البنايات من ناحية تحسين البنايات وتكليف عدد الحراس من داخل البنايات، تجهيز بوسائل إلكترونية للحماية من معناتها وللحراسة، لأن عدد الحراس ما مش يكون بيكونش كافي تنصيب معناتها كاميرات سيرفيلانس في المداخل وفي بعض الأماكن الحساسة. نقولوا الحماية نقولوا أيضا النظافة، وقتي ثم ناس مسؤولين على النظافة، لكن المفروض أنه فماش ناس مسؤولة على الوسخ، دونك نطالبوا الطلبة لازم يكون عندهم ومتعايشين في الفضاء الجامعي أنهم يسألوا على الشيء هذا على حماية البيئة نتاعهم. النظام إمد هو نظام، ماهوش إمد هو الباهي ولا إمد هو الخايب، النظام هو نظام، وبالتالي حسب رأينا تغيير ماهوش هذا الهدف، لكن تحسين مردودية النظام هذا هدف في علاقة بسوق الشغل. اي طبعا تحسين مردودية النظام هذا هو هذا اللي يهمنا، هو تحسين العلاقة مع سوق الشغل، هو تمكين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية من التواجد أكثر في المؤسسة التعليم العالي، في التواجد أكثر في تقديم عروض الشغل وعروض التكوين أيضا، لأنه ينجم يساهم في التكوين، في إعطاء أكثر فرص للطلبة من التربصات، وأيضا احنا نشجع كثيرا الإجازات ذات البناء المشترك اللي ولا الماجستير ذات البناء المشترك، اللي هي هذه تجي من رغبة من المؤسسة في تكوين في اختصاص معين، والجامعة تكون هنا حاضرة ومستعدة وفرحانة برشا باش تستقطب الاقتراحات هذه وتكون مسارات تكوين معناتها خاضعة للشروط اللي تطلبها سوق الشغل وللاستجابة لسوق شغل معين. أنا ما يقلقنيش ياسر التصنيف، لكن اللي قلقني هو طبعا فما بعض التدني في بعض المستويات في بعض المؤسسات، مش في الكل، لأنه عندنا مؤسسات متألقة جدا، وفي أغلبية مؤسساتنا عندنا طلبة متألقين ومتألقين جدا. احنا شيء لازم نمشي فيه هو أنه تكون برامجنا متناسقة ومتناغمة مع ما هو موجود على المستوى العالمي، وتكون أبحاثنا متناسقة ومتناغمة مع ما هو موجود على المستوى العالمي. واحنا ماشيين في المسار هذا، احنا ماشيين في مسار المصادقة على البرامج لاكريتاسيون، ماهوش مسار سهل، يطلب منا شغل عمل جدي مدة 4-5 سنوات باش تصبح عندنا مصادقة على برامج التكوين تاعنا. في مجال البحث طبعا البحث هام جدا، لأنه هو تكوين مكوني، وأنه هو اللي يمكن من تلميع صورة الجامعة، لأنه التصنيف العالمي وأيضا بعدد من جملة المعايير متاعه وعدد المنشورات العلمية. احنا قاعدين نعقدوا، احنا عاقدين من قبل وندعموا في عقد شراكات مع أهم الجامعات العالمية، وقاعدين نحاولوا باش نوفروا للباحثين متاعنا أهم الفرص للبحث على المستوى العالمي، وهذا من شأنه أنه يحسن تصنيف جامعات. كوزارة الهدف متاعنا هو أنه نوجه للطريق اللي احنا نعتبرها الطريق الحسنة والطريق الطيبة. التوجيه يعني يلزمنا نقوم بأنشطة ثقافية، أنشطة اجتماعية، ومحاضرات، يلزم نزرع ونبني فكرة التسامح في الطلبة متاعنا، وهذا كله ما نجم يصير كان بالحوار. بالنسبة لي الجامعة ما هيش مكان للنشاط السياسي، اليوم فما أحزاب سياسية فيها النشاط السياسي، الجامعة هي مكان للنشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والعلمي، وما أكثر من هذا فهو غير ممكن. القرار هني قلت لك هو ممنوع. احنا اتحاد العرف كما كل المنظمات الوطنية، معناتها ما نخصوش بحاجة خاصة، كما كل المنظمات الوطنية مش نمشيو نقدموا له مشروع الأسلحة ونسمعوا رأي الأعراف في التكوين العالي، في التكوين والتعليم العالي، معناتها مقترحاتهم في مسارات التكوين، لكن ما نشمش نعطوا له حاجة خاصة، لأنه مش نعطيوه حصة كما مش نعطيوه المنظمات المهنية الكل.